الوسط ما في واحد فينا مش بعيد من السياسة، يعني السياسة هي اللي تجينا مش نحن نروح لها. في فكرة أن الإماراتيين هم مبتعدين من أو عندهم وعي سياسي أقل من غيرهم العرب، هذا شيء غير صحيح. فمثلاً موضوع فلسطين نحن نشأنا معه، الحرب الأهلية في لبنان لما كنا أطفال كنا نسمع عنها على طول، وخاصة في الإمارات كان عندنا كثير عرب بيجونا من دول عربية مختلفة اللي كان فيها مشاكل سياسية أو كان فيها يعني تطورات متسارعة، فارتبطنا مع إخواننا العرب والمواضيع اللي هم كانوا بيعيشونها يعني في بيوتهم صارت مواضيعنا نحن. اسمي سلطان سعود القاسمي، كاتب ومحلل سياسي ومقتنفا ورجل أعمال من الإمارات، من إمارة الشارقة. في البداية كنت أكتب في أماكن معينة، ولكن الآن صرت فريلانس أو كاتب حر، أكتب أو أنشر المقال في المجلة الأقرب إلى هذا المقال. أنا بديت أصلاً لما بديت استخدام وسائل التواصل الاجتماعي علشان أوصل مقالاتي، كان عندي 2,000-3,000 متابع في 2009، ولكن لما تعدى الرقم 30,000 متابع ذهبت إلى الجريدة وطلبت منهم يعني إعادة تقييم مقالاتي، ويعني أخبرتهم أني أنا الآن صار عندي يعني عدد متابعين كبير، فممكن أني أنا أنشر من غيركم. فطلبت منهم مثلا أمور مثل أن تخفيف التحرير، أن يكون أنا عندي حرية أكثر في تحرير مقالاتي. طلبت منهم أن أختار عنوان المقال، هذه الأمور ما كانت عندي. طلبت منهم أني أنا أختار الصور مثلا، إذا في صورة أنا أختارها. طلبت منهم أن يذكروا المقال في أول صفحة في الجريدة، أن المقال جوا. صار عندي قوة أنه ممكن يعني أتفاوض معاهم بسبب المتابعين. شفنا اليوم بعض الكتاب السعوديين عندهم 1,000,000 متابع، أكثر من توزيع الجرائد المحلية في السعودية. أنا عندي الآن 270,000 متابع، أكبر جريدة في الإمارات تبيع 100,000 نسخة. لأن أكثر ما نقرأ نحن في العالم العربي عن الخليج باللغة الإنجليزية نقرأها من أجانب غير عرب، ياريت عرب، ولكنهم بس يعني مثلا إخواننا في دول بلاد الشام، لبنان أو سوريا أو فلسطين أو الأردن أو شمال أفريقيا عندهم كثير من الكتاب المحليين بيكتبوا مثلا باللغة بالفرنسي أو بالإنجليزي، وطبعا بالعربي أهم شيء. ولكن من الخليج في أتوقع عدد قليل جدا من الكتاب اللي تخصصوا باللغة الإنجليزية، وأنا منهم. في ردة الفعل على التحليلات السياسية تختلف، عن إذا موضوع حساس يكون ردة فعل جدا يعني كبيرة، يعني أكبر ما توقعنا فيها. كان عندي مقال في آخر سنة 2013 عن تجنيس الأجانب في الإمارات، هذا المقال كان جدا جدا يعني أو جدا أثار حوار في الإمارات، وهذا شيء بسطني جدا أنه كان في حوار في الإمارات وكان في ردود فعل تنتقدني، ولكن كان في حوار، ففي ناس كانت تتكلم عن إيجابيات وعن سلبيات تجنيس. كان في مقال ثاني عن الملحدين في الخليج، فكنت كاتب مقال أنه في ملحدين في الخليج، هذه تاريخهم وهذه الشخصيات اللي كانت يعني نشطة في هذا المجال. طبعا هذا الموضوع أيضا أثار تحفظات الكثيرين. في الحقيقة حرية التعبير حسب اللي أنا يعني شفته في بعض المواضيع عندي حرية مطلقة، في بعض المواضيع لا، في أمور يعني ممكن تحد من هذه الحرية. في أولا في قوانين، والواحد لازم يحترم القوانين. في أمور مثلا الدين ما يسمح، عادات وتقاليد المجتمع القبائلي دول الجوار، هذه كلها أمور ممكن أنها تحد من كتابة في بعض المواضيع. فالكاتب المرن، الكاتب اللي ممكن يعني يقلم نفسه، يحاول يكتب في هذه المواضيع من غير مثلا ما يثير تحفظات واحدة من هالجهات. في الحقيقة المواضيع الغير سياسية
تهمني أكثر من المواضيع السياسية. أكبر إنجاز لي في عالم الكتابة هو أني أنا أنقذت مبنى من أن ينهد في مبنى جميل في دبي من تصميم المصمم الفلسطيني أو المعماري الفلسطيني فيكتور حنا بشارة اللي راح لأمريكا في الأربعينات. فلما رحت معرض شفت أن فيه عمارة أو برج طالع مكان المبنى، فرحت زرت المبنى وكتبت مقال عنه، وديت المقال وديت الصور للمسؤولين وخبرتهم أن هذا المقال وهذه الصور يخص مبنى تاريخي ومصمم معماري فلسطيني عربي راح إلى أمريكا وصمم مباني في كونتيكت في مدينة ستانفورد. فهم شافوا الورق وشافوا يعني المقال، فقالوا لي نحن يعني قررنا أن ما نهدم المبنى هذا. فأنا جدا انبسط، وهذا يعتبر يعني أكبر إنجاز لي أنا، لأن أنا جدا اهتم في التراث وفي التاريخ، فكان شيء يعني جدا أفتخر فيه. يعني مع أن في بعض الناس تشوف أنه هو شيء مش إنجاز كبير، ولكن لي أنا كنت جدا مبسوط من هذا الشيء. الربيع العربي كان فيه إيجابيات وسلبيات في الساحة الإعلامية. كان في الساحة الإعلامية أولاً كان فيها كثير من التلفيق قبل الربيع العربي، والتلفيق ظل بعد الربيع العربي ولكن تغير شوي. مثلاً في أحد الأمثلة اللي تجي على بالي دائماً، كان محرر جريدة الأهرام أيام رئيس سابق المصري حسني مبارك غير في صورة في الصفحة الأولى في الجريدة، وشال صورة حسني مبارك اللي كان زائر البيت الأبيض وكان في رؤساء من الشرق الأوسط وباراك أوباما. وكان حسني مبارك طبعاً هو كان إنسان يعني كبير في العمر فوق 80 سنة، كان الأخير، شال صورته وحطه أمام كل الرؤساء حتى أمام باراك أوباما اللي هو في البيت الأبيض في بيته. فكيف يعني حسني مبارك هل هو اللي بيقود رؤساء العالم في البيت الأبيض؟ فكان هذا تزوير وتلفيق يعني في الأخبار. هذا مثل يعني من الأمثال اللي تفضح عن طريق وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي. في أحد المدونين أتى بالصورة الأصلية وحطها جنب بعض، فصارت فيه يعني صار فيه يعني إحراج كبير لمؤسسة الأهرام. وسائل التواصل الاجتماعي في أكثر من مرة فضحوا الإعلام القديم في العالم العربي. للأسف وسائل التواصل الاجتماعي صارت للمواطن العربي كثير من أوقات مضيعة للوقت، صار يقرأ أقل كتب ويقرأ أكثر تغريدات. فعلشان الواحد يكون عشان الواحد ممكن يغير في 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 واقع الحياة الحقيقية لازم يقرأ، لازم يثقف نفسه، فما ممكن يستفيد فقط من وسائل التواصل الاجتماعي. الآن في نقلة نوعية صايرة في الشباب العربي، في ناس عمرها ما قرأت كتاب، تقرأ تغريدات فقط. بعد جيل بعد 20 سنة أو 30 سنة راح نعرف كيف الجيل هذا صار، كيف تأثر الجيل اللي عمره ما قرأ كتاب ولكن قرأ تغريدات. هل هو راح يكون جيل أفضل؟ هل هو راح يكون جيل أسوأ؟ ما في واحد ممكن يرد لك على يجاوب على السؤال. الآن نحن في مرحلة اختبارية في سنة 2035 سنة 2040 راح نعرف الجيل اللي ينشأ الآن هل هو جيل مثقف أكثر ولا هل هو جيل يعني تأثر سلبياً بسبب وسائل التواصل الاجتماعي.